مصادر في دائرة الأحوال المدنية والجوازات تكشف على أن العمل يجري حاليا على إصدار جوازات سفر جديدة تحمل شريحة إلكترونية. مشروع الجواز الجديد حسب دائرة الأحوال المدنية والجوازات يأتي ضمن مشاريع الأتمتة التي تنفذها دائرة الأحوال المدنية، بحيث تسهل على المواطنين سفرهم، وأيضا يتم تمرير الشريحة على جهاز إلكتروني للتأكد من كافة المعلومات التي يحملها صاحب الجواز. من الغد أيضا رئيس اللجنة المالية يصرح ببدء صرف دعم الخبز لمستحقين نهاية الشهر الحالي، حيث اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب مع الحكومة على بدء صرف دعم الخبز للمواطنين اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، وفقا لرئيسها أحمد الصفدي الذي أوضح أن حصول المواطنين على الدعم سيكون قبل تنفيذ إزالة الدعم عن الخبز. من الغد الحكومة تتجه لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10% وفق ما كشف مصدر رسمي مطلع. ننتقل إلى جريدة الدستور، ومصدر أمني يصرح أن العاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الوسط نفذوا أمس عدة مداهمات على أشخاص يحوزون أسلحة دون ترخيص في مختلف محافظات المملكة. اختصاصهم أو من ضمن اختصاصهم وضبطوا 20 سلاح ناري وألقوا القبض على حائزي تلك الأسلحة. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يقول أن الهيئة حولت ما يقارب 91 مليون دينار فائض لحساب الخزينة العامة منذ بداية العام الماضي. ومن الدستور، وزارة التربية والتعليم تعلن جاهزيتها لعقد امتحان شتوية التوجيهي 2018 والذي يبدأ أول امتحاناته في 7 من الشهر الجاري. انتقالا إلى جريدة الرأي، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تبدأ تسليم الدفعات المالية للأحزاب مكتملة شروط الحصول على الدعم، وعددها 36 حزبا سياسيا من أصل 47. وحسب مصدر فإن 11 حزبا سياسيا لن يحصل على دعم مالي لأنه هذه الأحزاب لم تكمل شروط الحصول عليه أو لم يمضي عام على تأسيسها. من الرأي أيضا، مربو الدواجن يقولون أن فرض أي ضرائب على الأعلاف الجائزة سينعكس سلبا على القطاع وسيزيد من كلف الإنتاج، الأمر الذي سيرفع من أسعار الدجاج اللاحم على المواطنين. والمكاتب السياحية تعرض على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ملاحظاتها حول شركة الحج، حيث التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وفدا يمثل جمعية وكلاء مكاتب السياحة، وقدم الوفد خلال اللقاء ملاحظاتهم حول قرار وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية تأسيس الشركة الوطنية للحج والعمرة. ننتقل إلى بعض المواقع المنتقاة. من موقع سرايا مصدر دبلوماسي يؤكد أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع مع السفارة الأردنية في طهران أوضاع الرعاية الأردنيين. ومن سرايا أيضا، مدير مستشفى الزرقاء الحكومي يقول أن قسم الجراحة أجرى عملية جراحية كبرى تعتبر الأولى من نوعها في هذا الصرح الطبي لمريض يبلغ من العمر 42 سنة لاستئصال ورم دماغي كبير حميد. من صحيفة المقر، نقيب أصحاب الشاحنات قال أن نحو 5000 شاحنة متوقفة عن العمل منذ يوم الأحد بانتظار دفع وزارة النقل لقرارات تصب في مصلحة الناقلين.
ومن المقر أيضا الدينار الأردني يشهد استقرارا أمام العملات الأوروبية وارتفاع أمام العملات الآسيوية وتراجع أمام بعض عملات شمال إفريقيا. ننتقل إلى موقع جوت 24. رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يؤكد أن العمل جاري بإعفاء شريحة مستهلكي كهرباء المنازل 300 كيلو وات. ومن موقع جوت 24 أيضا النائب طارق خوري يقول بأن كتلة الإصلاح والمقاطعون أخطأوا والأجدر بالشعب أن يحاسب مجلس النواب.